طب يعني اتجاهك بقى فين يا احمد عشان برضو نعرف؟ انا ممكن اتجاهي بقى اداري يعني. اللي جاي اداري. اداري يعني بتفكر حتى في الاداري احسن. انا شايف نفسي في الاداري احسن، وان شاء الله يبقى ليا دور في اكاديميه الاهلي ان شاء الله. انا يعني مكلم مع كابتن شطه، وان شاء الله اكون موجود، كنت من قبلها مع خالد بيبو. انا حابب الاداري لان انا بحب جو الاكاديميات، انا بحس ان انا اكتشف حد. يمكن انا اشتغلت في التسويق فتره. طب كويس. اشتغلت مع كابتن تامر النحاس فتره في التسويق، وعندي درايه بالحاجات دي يعني، في ان انا عيني كويسه على لعيب، اشوف لعيب، لان انا وكابتن تامر كنا بنكتشف لعيبه. فانا بالنسبه لي في الاكاديميات اعرف ممكن اكتشف من خلالها لعيبه، ان انا اطلع لعيبه كويسه للنادي الاهلي. ده دور مهم جدا. طبعا ده كويسه جدا يعني. يعني محمد صلاح جاي منين؟ المقاولين جابوا منين؟ من نجريج. يعني محمد صلاح شوف يوصل بقى من اعظم اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر، فهي اكيد في 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 في, في المدن. أكيد فيه. في طبعا في ناس كتيره، في الاف يعني. في ناس كتيره يا كابتن بيكلموني يقول لي مثلا احنا عايزين نيجي نختبر، بس انا مش معايا فلوس المواصلات اجي. فالناس دي لازم، الناس دي تروح لها هناك وتتفرج عليها هناك، سواء تعمل هناك، تعمل دورات، تعمل ماتشات هناك. دي حاجه كويسه جدا، لازم يبقى الفكر ده موجود عند النادي الاهلي، هيفرق جدا. انت ما بين 100، لو ما بين 100 واحد طلعت 2 كويسين النجاح ده موجود. يا كابتن احمد، انتوا دوركم بقى ان انتوا تعملوا كده. دوركم ان انتم تروحوا للناس دي وتبصوا بعينيكم على الموهوبين فيهم. ده حصل يعني. سامي السنه اللي فاتت النادي الاهلي كان عامل اختبارات في 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 الصعيد، وكان عامل اختبارات في قطاع بحري. فالنادي الاهلي بدا فعلا الحته دي، لان في معاناه الناس ما بتقدرش توصل للنادي الاهلي. احنا عندنا كتير يا كابتن يعني، عندنا نزود ان شاء الله يعني نزود. مصر ما بتخلصش. والمهم كمان ان كمان انت احمد عندك عينك كويسه، وعندك كمان انت قلت اشتغلت في التسويق. فالعمليه هتبقى كمان مفيده انك على المستقبل ان شاء الله يكون عندي كونكشن بالناس الكتير يعني. عندي كونكشن باللي هم الايجنت اللي موجودين في مصر، اللي هم بيكتشفوا الناشئين. طب ده كويس، دي حاجه كويسه يعني. انا بيكلمني ناس كتير، وجبت ناس كتير للنادي الاهلي شافوهم ولعيبه كويسه، وفي ناس خدوهم يعني. في لعيب في 2000 اسمه اسماعيل الليسي، انا شفته، اتفرجت عليه، كنت بتفرج على ابن خالتي كان بيلعب في الاتصالات، شفته رحت مكلم على طول النادي الاهلي وشافوه خلصوه على طول. لعيب كويس جدا، مواليد 2000 يعني، حاجه عبد الله السعيد كده في نص الملعب، لعيب كويس 10، لعيب كبير. انا شفته وكلمت كابتن علاء ميوب ساعتها، قلت له يا كابتن في لعيب كويس جدا تعالى اتفرج عليه. بعت كابتن حمدي ابو رادي اتفرج عليه، قال له لعيب ممتاز، حلو، خلصوه على طول. فدي حاجه كويسه، لان حضرتك لو شفت كل الناس اللي بتستضيفهم النادي الاهلي، اللي هم الناس اللي هم الكبار، سواء كابتن مختار، سواء كابتن اي كابتن من الكبار، يقول لك انا حد اكتشفني. كان في ناس زمان كابتن عبد البقال والناس كشافين زمان. طبعا كشافين بيعدوا في الشارع، ممكن يلاقي حد بيلعب، تعالى يا ابني. انت طبعا بيبقى مستوى 40% بتاخده النادي، انت بتبدا تشتغل بقى عليه، توصله لمستوى 70 80% 90%، فتبقى حاجه كويسه. فدي حاجه تفيد النادي، لان انا شايف ان الاعتماد على قطاع الناشئين احسن من اي حاجه. انا الاولى طبعا. بص كابتن هاني كان موجود في الناشئين وعارف. اما انا ببقى طالع من الناشئين الاهلي عندي دوافع البطوله، هلعب بيها في الفريق الاول، غير اما اكون جاي من بره هاخد لي على الاقل سنتين ثلاثه عقبال ما ابدا اخد على الجو. في لعيبه ممكن ما ياخدش كمان، ممكن في لعيبه كتير بتبقى فندقتها متالقه، بيروح النادي الاهلي او الزمالك ما بيقدروش. عشان كده يقول لك نادي الاهلي تقيله. تقيله فعلا، هي كلمه تقيله مش تقيله في اللبس، لا، تقيلة ان فعلا الواحد بيبقى حامل هم ناس كتير، جماهير في الشارع بتقابلك، انت لازم تكسب الماتش الجاي. غير اما اكون في نادي تاني دوافعه ان انا اقعد استمر في الدوري، فبالنسبه له عادي ممكن يكسب ماتش ويقعد 5 ماتشات ما يكسبش عادي. بمناسبه بقى الدوري وعوده الدوري مره تانية واستئنافه، وكانت اول مباراه يوم 9، شفت مستوى الاهلي ازاي مع فايلر، وشايف يعني بطولة الدوري ازاي يعني؟ هل لسه في الملعب؟ هل اتحسمت؟ انت اتحسمت طبعا، محسوم من قبل. احنا لازم نسأل السؤال كده. بص حضرتك، هو فايلر انا شايف فيه مانويل جوزيه تاني. هو عنده طموح، اداؤه كويس، الفرقه ماشيه معاه باداء كويس جدا. بيدي كل اللعيبه، دي ميزه وكابتن هاني عارفها، ان انا مخلي كل اللعيبه في حاله فنيه كويسه. دي بتفرق جدا، غير ان في مدرب يعتمد على 11 لعيب و3 4 تاني يبدا يلعب في 15 16 لعيب وخلاص والموضوع انتهى. هو بيدي كل اللعيبه يعني، هتلاقي كل اللعيبه اللي موجوده لعبت. بس جوزيجي وقت برضه بيعتمد على 15 بس لعيب، ما كانتش الدنيا مفتوحه قوي. ما كانتش مفتوحه بس هم يعني كان بيعتمد على
اعتقد من 14 ل 15 لعيب بس الباقيين جاهزين يا كابتن، يعني الباقيين على طول في ماتشات وديه. يعني مستر مانويل بيخلص الماتش تاني يوم في ماتش ودي، اللي ما لعبش الماتش اللي الرسمي يلعب ماتش، يلعب ماتش على طول او ينزل يلعب مع الناشئين لو في حاجه، كان هو يكلم اللعيب يقول له انزل العب ماتشات مع الناشئين عشان انا ممكن احتاجك بعد كده، يخش فورمه المباراه. فورمه هو كان بيعامل ال 30 لعيب او ال 25 اللي موجودين بيعملهم معامله، هو كده يقول له انت بالنسبه لي لعيب اساسي، فاللعيب على طول انت مستعد، انت دورك جاي دورك جاي، هو على طول محفز كل اللعيبه. فهو فرقت معانا ان اي حد كان بيلعب، احنا في ماتش اهلي وزمالك لعبنا من غير بركات، لعبنا من غير ابو تريكه وكسبنا 1-0 الجون بتاع فلافيو، واحنا بنسخن بلعب انا وشادي ومحمد سمير، شادي جاله كرام في السمانه خرج، احمد فتحي كان الباك رايت لعب سيرد باك، واحمد صديق لعب باك رايت، ثلاثه اول مره يلعبوا مع بعض وعملنا ماتش كويس جدا وكسبنا. ده لو هو مش موصل اللعيبه الحاله الفنيه كويسه هنتغلب. بمناسبه شادي برده كان في موقف بين شادي ومحمد بركات ومش هنسيبها غير لما تحكي. لا لا ده بره الهوا، لا لازم يتحكي الكابتن هاني ديت بره الهوا، مش كابتن هاني. كابتن هاني اتعامل مع شادي وعارف شادي دمه خفيف جدا وعارف شادي، بس هو شادي برده وبركات طبعا لا بركات ده ما يتوصاش، يعني بركات هو كان جوزيه على طول لنا الاثنين المهرجين بتوع الفرقه احمد السيد وبركات، اول ما نخش لازم 10 دقايق قبل التمرين ربع ساعه نقعد نهزر. يعني هو بس كان بيحبك مانويل جوزيه، هو قال كلمه مره كابتن، قال كلمه انا كنت اول ما رجع انا كنتش بلعب مع كابتن صالح بدري، فهو رجع هو عايز يرجعني فبيتعامل معايا نفسيا، فقال لهم اللعيبه عامله كلها مداخلات، قال لي كابتن شوبير قال له هات احمد السيد على التليفون، فاتصلت قعد يتكلم كده وقعد يتكلم، قال لك قال كلمه انا فعلا دمعت، وقال له احمد السيد ده شريك ليا في كل نجاحاتي وانا مدين ليه بالفضل. الله. فانا اللعيب الوحيد يا كابتن اللي موجود معايا من 2001 لحد 2012 ان انا في كل النجاحات معايا، يعني كل الناس حسام غالي سافر 12 سنه. طيب كابتن 12 سنه 12 سنه حسام غالي سافر من المجموعه بتاعه 2001 وشادي كان مشي والجمعه كان لسه ما جاش، فانا موجود معاه من ساعه ما جه لحد ما هو مشي من الاهلي وانا موجود مع جوزي ما خرجتش. هو الكلمه دي طبعا اثرت فيها جدا، يعني كلمه طبعا حتى كابتن شوبير ساعتها هزر قال لي انا رايي بقى تاخد الكلمتين دول وتخش تنام، قلت له انا هاخد الكلمتين دول واعتزل خلاص كفايه كده مش عايز العب تاني خلاص. لا صحيح، وخاصه من مدرب كبير مانويل جوزيه طبعا عاشق وجماهير النادي الاهلي بتعشقه، كمان على مستوى اي لعيب تكلمه يقول له بالرغم ان هو كان في سنه عصبيه شويه لكن كان كل اللعيبه بتحبه، ودي المعادله الصعبه اعتقد. وانت شايف ان بايلر ماشي على نفس خطوات مانويل جوزيه؟ طبعا اهم حاجه اللعيب، وحضرتك كنت مدرب، اللعيب يقتنع بالمدرب ويحبه، طول ما هو مقتنع بيه هو هينفذ له كل اللي هو عايزه. يعني هو مانويل جوزيه عمل المعادله الصعبه ان هو يخلي اللعيبه تحبه ويقنع الجماهير ويقنع الاداره، مثلث يقنع الثلاثه بشغله بقى، اي حاجه بيعملها مانويل جوزيه الناس موافقه عليه، اي حاجه بيعملها. برغم كان في، انا فاكر كان في بعض الماتشات او التغييرات بتبقى تغييرات يعني واحنا قاعدين تغييرات غريبه جدا، بقى بخمسه ساعات مهاجمين مثلا في مباراه لعب بخمسه مهاجمين. لا طب في اكتر من لعبنا انا اول جمعه فراوده، ده ماتش ايه ده؟ ماتش الهلال السوداني لعبنا فراوده احنا الاثنين، انت وائل انا وائل، ده في اخر ماتش يعني قال لك اخر الماتش خلاص الماتش لازم نكسبه، كان في البطوله العربيه ولعبنا وائل ماتش الهلال السعودي في البطوله العربيه، بدا مهاجم مش يعني بدا مهاجم، بدا فيروت صريح، في اكتر من كده الواحد ياخد الريسك ده؟ لا ده انا ما سمعتهاش ان وائل جمعه بدا راس حربه ماتش الهلال السوداني. الماتش ده خلص كام ست؟ تعادلنا ماتش الهلال السعودي تعادلنا 0-0 كان لازم نكسب، وماتش الهلال السوداني تعادلنا برده 0-0 في السودان، اخر ربع ساعه انا وائل جمعه مهاجمين وعاملين شغل جامد بقى، يعني مين نتحرك كده ومره بقى نتحرك وعاملين نجري هنا وهنا مبوظين لعب بس كويسين. يعني هو بيلعب على يعمل ايه؟ بيخلي بيعمل طرفين ويشتغل على الكرات العرضيه. سيد كابتن سيد عبد الحفيظ والناحيه الثانيه اي حد معود. موجود ساب، لا كان ساعتها محمد ابو لا لا كان سعيد عبد العزيز، سعيد عبد العزيز كان ده في 2001 ويشتغل وبيعتمد ان هو يطلعوا كروسات وانت وائل بتلعبوا كويس بدماغكم، فممكن محطه نحضر ويلعب كروسات